عثمان محلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية إذا الترقب واضح لبيانات الفيدرالي الأمريكي وحالة من التذبذبات تسود أجواء العملات تحديدا، بقاء مؤشر الدولار دون مستويات 96 نقطة. صباح الخير. بالفعل الأسواق المالية تنتظر بفارغ الصبر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، لكن الملاحظ في الأسواق بأنها أيضا تتابع العديد من البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر والتي تبدأ هذا اليوم. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نحن في انتظار مؤشرات اقتصادية تسمى مؤشرات مدراء المشتريات، وهذه المؤشرات تابعة لأول شهر من هذه السنة والتي قد تقدم لنا التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية هذه السنة. توقعات البيانات أن تظهر تراجع في النمو الاقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية وأيضا قطاع الخدمات، لكن في نفس الوقت من المتوقع أن يبقى النمو مستمر، وبالتالي تراقب الأسواق هذه البيانات لتقييم مدى شدة الفيدرالي الأمريكي في لهجته وكيف سيشير إلى توجهه لرفع الفائدة الأشهر المقبلة، رغم أن التوقعات لهذا الأسبوع تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي لن يغير أسعار الفائدة بل سيؤكد استمراره بخفض برامج شراء الأصول. لكن بالنسبة لبيانات اليوم قد تكون أيضا تلميحات عن مدى الشدة في لهجة الفيدرالي عندما يبدأ بالحديث عن معدلات التضخم. أود الإشارة هنا بأن الاقتصاد الأمريكي رغم أن القطاعات تتباطأ، لكن أيضا النمو الاقتصادي ما زال فيه جيد. يعني لو نظرنا إلى الربع الرابع من عام 2021 وتوقعات نمو 5.3%، فرغم هذا التباطؤ بقياس عام 2021 لكنه أيضا عبارة عن نمو قوي جدا بقياس عام 2019. بالتالي الفيدرالي الأمريكي هو محور تركيز الأسواق حاليا لنرى ما هي السرعة التي سيستجيب فيها الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة للحد من ارتفاعات التضخم، حيث وصل التضخم لأعلى مستويات منذ 40 عام عند 7%، وهذا ما سيحدد مصير الدولار الأمريكي الذي نشهده في حالة من التذبذب والتباين في الأداء بين العملات. نعم، ما مدى تأثير ذلك على العملات الآسيوية؟ هل ذات الظروف التي تحكم الأسواق الأوروبية والأمريكية أيضا نستطيع القول بأنها تؤثر على الأسواق وأسعار يعني العملات الآسيوية من ناحية التأثير الاقتصادي؟ الآن بالنسبة للأسواق الآسيوية والعملات الآسيوية تتأثر في شيء جديد، وهو توجه بنك الشعب الصيني أو البنك المركزي الصيني لتخفيضات بالفوائد. واليوم فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفضه الفائدة الشراء المعاكس الريبو بمقدار 10 نقاط أساس. هذا الخفض أيضا رافقه تسهيلات نقدية بقيمة 150 مليار يوان صيني تم ضخها للأسواق المالية. فبنك الشعب الصيني الآن يواجه تحديات من تباطؤ اقتصادي، وهذا أيضا ما نشهده في اليابان، والتوقعات بأن بنك اليابان المركزي سوف يبقي على سياساته التحفيزية لفترة طويلة. لكن بالنظر إلى اليوان الصيني فقد ارتفع مقابل الدولار رغم قرار البنك المركزي الصيني، فقد اعتبرت الأسواق ذلك إشارة إلى أن الاقتصاد الصيني في وضع غير صحي وغير جيد وأنه يتباطأ بسرعة، خصوصا مع أزمة أسواق العقار، وهذا ما تسبب في عملية طلب للنقد وتصفية الاستثمارات في الصين، وهذا أيضا ما يحصل باليابان. وقد شهدنا أيضا الين الياباني يرتفع مرافقا لحالة التوتر في أسواق الأسهم، فالين الياباني عندما يرتفع مقابل سلة من العملات فهذا يدل على المزيد من الطلب الشرائي على العملات النقدية، ومما يعني تصفية الاستثمارات. فالوضع في آسيا حاليا يشير إلى تباطؤ اقتصادي قوي قد يتطلب من العديد من البنوك المركزية وحكومات في دول آسيوية القيام بإجراءات تحفيزية للاقتصاد لمنع انزلاقه
عكس ما تعاني منه الدول في الغرب مثل الولايات المتحدة، أوروبا، نعم، بريطانيا، فهي تعاني من ارتفاعات التضخم. نعم. أستاذ سركيز، نذهب قليلا للحديث عن الليرة التركية. إذا لاحظنا العديد من الإجراءات الحكومية التركية التي ساهمت باستقرار نوعا ما أسعار الليرة التركية مقابل الدولار، هل هذه فعلا يعني الأسباب التي جعلت الليرة التركية تدخل في حالة من الاستقرار هي الإجراءات الحكومية أم موضع التي تتعلق بقرارات المركزي التركي؟ بالفعل القرارات الحكومية ساهمت وبشكل كبير في إعادة الاستقرار نوعا ما للليرة التركية التي نستذكر عندما وصلت 18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، نعم، وحاليا ارتفعت إلى 13 ليرة إلى الدولار الأمريكي الواحد. لكن في نفس الوقت الأهمية القصوى باعتقادي وبحسب نظرة الأسواق اقتصاديا هي إيقاف البنك المركزي التركي لسلسلة خفض الفائدة. ففي آخر قرار من البنك المركزي ثبت سعر الفائدة عند 14%، وهذا نوعا ما قلل من مخاوف المستثمرين من توجه بنك تركيا المركزي لخفض الفائدة متجاهلا التضخم الذي يرتفع لمستويات مقلقة وعالية جدا مترافقا مع معدلات بطالة مرتفعة. وخطوة البنك المركزي أيضا كانت عامل مساهم في جعل الليرة التركية تتداول ضمن نطاقات محدودة، ونستطيع بالفعل أن ندعوها استقرار في الليرة التركية مقارنة بالحركات العنيفة والانخفاضات الهائلة التي شهدناها سابقا. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.